أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم رائد الأعمال المميز الشيف مناف من مطعم لاروز ديدماس. أهلا شيف. مرحبا. بداية مرحب فيك ببرنامج رواد الأعمال من قناة ABC. مرحبا فيكم. بداية شيف، ممكن تخبرنا المزيد عنك وعن بداياتك وعن خبرتك السابقة في مجال المطابخ والمطاعم. اوكي، انا الشيف مناف، مغربي، وبديت الطبخ يعني تقريبا 17 سنة، وبديت من المغرب وكملت في فرنسا، بعدين مريت على المطابخ كثيرة وعلى يد شيفات يعني كبيرة وعندهم صيت في المجال، عندهم ميشلان ستارز. من قبل وجيت على السعودية، قبل السعودية لقطر، والحين جيت على دبي. شيف، ممكن تخبرنا المزيد عن بدايات المطعم وما هي الفكرة اللي تكون حول هالمطعم؟ الفكرة هي من الأساس أنه على فكرة بأنه هذا المطعم في دبي هو ثاني فرع، في فرع في موريشيوس، وكفكرة المطعم يعني جات من اسمه لاروز ديدماس، يعني هذه وردة اللي أصلها شامي، وبس في الحين تتواجد في أماكن مختلفة يعني في باريس وفي المغرب، وعندنا في منطقة اسمها قلعة مقونة يعني خاصة بزراعة الوردة، وكثير ريحتها طيبة. ومن هنا جت الفكرة أنه ندمجوا ما بين المغرب وسوريا انطلاقا من هذه الوردة اللي هي لاروز ديدماس. شيف، ممكن تخبرنا على المطبخ اللي تميز فيه المطعم وما هي الأكلات اللي ميزتكم وانشهرتوا فيها؟ بالنسبة للمطعم لاروز ديدماس، احنا خذينا الفكرة وخذيتها كتحدي، لأنه في دبي أول مطعم يجمع بين المطبخين المغربي والسوري. الكل يعرف بأنه هذا المطبخين كثير عريقين وعندهم صيت وفيهم مذاقات مختلفة. بالنسبة لي، حاولت نأخذ النكهات المغربية والنكهات السورية ونجمعهم في إطار واحد ونعطي أطباق اللي هم مميزة. شيف، من خلال المنافسة الشديدة في دبي، كيف تميز مطعمكم؟ كيف تميزت أكلاتكم؟ أكيد بالنسبة للمنافسة، أكيد هي في دبي كبيرة، وكتحدي بالنسبة لي، وخذينا بجدية، وحاولت أنا نعمل أشياء مختلفة يعني جديدة عن السوق. مثلا حاولت أدمج ما بين المغرب وسوريا بلمسات فرنسية. مثلا عملت هذا الحمص اللي هو حمص عادي باين تقليدي، وضفت عليه ترافل، يعني حمص مع الترافل، وهذا من ضمن يعني الأشياء اللي كثير كان بيعوا في المطعم، ومذاق يعني صراحة مختلف كثير، وهي اللمسة اللي كان بأنه أنا الوحيد اللي عملتها في دبي. زائد كذلك في كثير يعني أشياء اللي عملتها، زي مثلا البسطيلة المغربية اللي مشهورة كثير، وضفت عليها نكهات وعملتها بطريقة اللي هي مختلفة واللي كتربط بين المطبخين. من ضمن الأطباق اللي هي بيستدر عندنا في المطعم اللي هم كنحبهم كثير هو السلطات. أنا عملت سلطة اللي جمعت بين النكهات المغربية اللي كتجلى في زيت الأرغان والبرغل اللي هو معروف هنا في الشرق. أوكي، يعني بهذا الكومبينيشن عملتها وجمعت فيها كل ما هو شرقي ما هو ميديترانيان في سلطة واحدة. يعني عملت فينيغريت الأورانج وضفت عليها القرفة باش تعطيها مذاق يعني شوية مغربي، وزائد زيت الأرغان. هذا الخليط عمل السلطة يعني واحد المذاق اللي هو مميز كثير. وباش نضيف نعطيها قيمة أكثر، ضفت عليها الفيتا تشيز والمكسرات. بالنسبة لهذا السويت، عندنا في المطعم كبيستيلر كمان عندنا البسطيلة اللي سميتها جوهرة. يعني في المغرب في اثنين نوعين من البسطيلة، بسطيلة هي مالحة اللي كتكون في هذا بالسمك ولا بالدجاج، وفي نوع ثاني اللي هو سويت سميته جوهرة. هذا البسطيلة يعني ضفت عليها، عملتها زي الميلفوي يعني طبقات، وضفت عليهم الكاسترد،
وعلى جنب فيها الكريم اللي فيها منكهة بالأورانج بلاسم اللي هو ماء الزهر وبالقرفة، وعملت عليها مكسرات يعني لوز مكرمل، ضفت عليها هذا التفاح أخضر باش يعطيها حموضة ويربط ما بين السويت والسولت في نفس الوقت، وهذا كثير مطلوب عندنا في المطعم. وعندنا جميع أنواع العصائر والمشروبات الباردة والسخنة مع الكافي، ولكن تميزنا أكثر في المشروبين اللي هو لوفين دبي وعصير الجزر بالزنجبيل والزنجبيل الأخضر يعني الفريش وتفاح أخضر، هذا كثير مطلوب وكثير عندنا تمام. وفي الجهة الثانية في المشروبات السخنة يعني أكيد الشاي المغربي هو النجمة رقم واحد. شيف، بعد النجاح الرائع اللي حققته في مطعم لاروز، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية؟ كخطة مستقبلية الصراحة عندي بزاف الخطط، من ضمنهم الخطط اللي هما قرابين كمطعم إن شاء الله نحلوا فرع ثاني، ويصير المطعم لاروز دماس ككونسيبت جديد يعني يحتل المراتب الأولى في المطاعم في دبي. بالنسبة لهذا الخطة الثانية أنه إحنا بلشنا الحين في الكاترينج وفي الإيفنتات، يعني ابتداء من الأسابيع الجاية إن شاء الله عملنا يعني أول كاترينج كبير للناس وشخصيات المهمة. وعندنا خطة ثانية أنه إن شاء الله نفتحوا برا البلد مطعم ثاني برا البلد، وكملحق لمطعم لاروز دماس نحلوا مطبخ ثاني يوازي التطور اللي احنا عملناه في هذا الكونسيبت. بالنهاية، ما هي الرسالة اللي بتحب توجهها لدولة الإمارات وحكومة دبي على دعمها وعلى الأمن والأمان اللي موفرته للجميع؟ كنشكر كثير دولة الإمارات على دعمهم المتواصل وعلى توفيرهم الأمن والأمان يعني الظرفية والأرضية للاستثمار والشغل والكفاءات اللي موجودين ما شاء الله كثيرة في البلد، وكنشكرهم من هذا المنبر وكنتمنى لهم التوفيق أكيد. والجميع اللي متواجدين في دولة الإمارات يعني يشتغلوا ويعملوا فوكس على أحلامهم، لأن المستقبل كثير مزدهر إن شاء الله. بالنهاية، ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع مطعم لاروز؟ بالنسبة للناس اللي عاوزين يجوا، مرحبا بهم. احنا كنتواجدوا في بي 1 مول مباشرة امام مول الامارات، عندنا ورا المول باركينغات بالمجان، ومرحبا بكم في اي وقت. اللي بغى يجي مرحبا به، يتواصل معنا في الارقام ولا عن طريق الانستغرام ولا عن طريق التيك توك، ومرحبا بالجميع. شكرا جزيلا شيف مناف، نتمنى لك دائم التوفيق والنجاح والجميع طاقم العمل في لاروز دماس. شكرا لك، وحبيت نشكر برنامج رواد الاعمال قناه اي بي سي، وشكرا على مجهوداتكم وشكرا لانكم جيتوا لنا، شكرا بزاف. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم اي بي سي. دمتم بخير وفي أمان الله.